يا هلا ويا مرحبا فيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين في حلقه جديده واليوم راح نشوف تكلفه بناء استوديو في فتره الثمانينات يعني قبل 40 سنه اذا مفكر انك انت تبني استوديو قل لي رايك عقب هالحلقه قبل لا نبتدي حلقتنا ما اوصيكم كالعاده بالاشتراك في القناه وضغط زر اللايك ومشاركتها مع اكبر مجموعه ممكنه من محبي هاي المجال على نقدر نحن نوصل لاكبر قدر ممكن من الناس حول العالم اوكي خلونا الحين نبتدي الحلقه أجهزة التسجيل تطورت بشكل غير طبيعي من فترة الثمانينات إلى اليوم. وأغلب الأجهزة يعني مثلا الأجهزة اللي هي بورد جيرد أو مثلا تبدلت ببلجينز على جهاز الكمبيوتر. فالتطور هاي سوى نقلة نوعية في مجال صناعة الموسيقى، والتقليل من تكلفة الأجهزة اللي خلال هالسنين كلها تطورت وصارت أفضل وتعطينا جودة صوت أعلى. في قائمة الأجهزة اليوم اللي بنشوفها مع بعض اخترت لكم أرخص اجهزه ممكن انك تشتريها في الاستديو قبل 40 سنه وفي نهايه الحلقه راح نقارنها مع الاجهزه اللي احنا نقدر نشتريها اليوم اوكي يا جماعه اول شيء لازم يكون عندنا جهاز حق نسجل فيه الصوت فشنو الحين في فتره الثمانينات كان في جهاز حق تسجيل الصوت اليوم اعرفكم على هاي الجهاز الرهيب جهاز فاستكس بي 16 فاستكس بي 16 هو جهاز تسجيل رائع يقدر يعطينا 16 تراك اي 16 تراك يتم تسجيلها على تيب او اللي هو نوع الشريط حجمه نص انش تقريبا سعر الجهاز كان في سنه 1984 كان 3000 دولار طبعا هاي سعر الجهاز بس غير سعر الريموت اللي ممكن انك انت بعد تشتري بشكل منفصل عشان تقدر تتحكم في التيب ريكوردر هاي بروحه بعد كان سعره 300 دولار اوكي الحين صار عندنا جهاز التسجيل نفسه شلون الحين نقدر نتحكم في مستوى الصوت للالات اللي قاعده تتسجل طبعا بتحتاجون شيء مثل هاي المكسر الخطير اللي شايفينه قدامكم على الشاشه هاي المكسر هو احدث مكسر سنه 1985 وكان متوافق مع الجهاز الريكوردر اللي هو مالتي تراك ريكوردر الفوستكس بي 16 هذا اصغر مكسر تقدر تشتريه حق الاستخدام المنزلي وسعر الجهاز ترى كلش رخيص يعني بس 2000 دولار فقط 2000 دولار في سنه 85 اوكي الحين السماعات يا جماعه السماعات اللي بيطلع منها الصوت اللي احنا قاعدين نسجله طبعا من فينا ما يتذكر سماعات ياماها ns 10 هاي اللي شايفينها قدامكم. هاي السماعات كانت رائعه وجودتها عاليه مو كلش جودتها ممتازه يعني حق بروفيشنال ستوديوز مع انه كان بروفيشنال ستوديوز وايد يستخدمونها لان سعرها اوكي كان سعرها جدا مناسب. كان سعرها في ذاك الوقت تقريبا 500 دولار. هذه السماعه صارت بشكل سريع السماعه الاساسيه في كل البيوت في فتره الثمانينات اللي يبون يسوون عندهم يعني هوم ستوديوز. وشنو كنت لازم تسوي في نفس السنه سنه 1985 اذا كنت تبي ريفرب تبي نوع من المؤثرات الصوتيه طبعا ما كان عندك اي خيار ثاني غير انك تشتري هاي الجهاز اللي من شركه ياماها اللي هو الريف 7 هاي بس هاي الجهاز كله بس عشان صوت الريفرب تخيلوا كان سعر الجهاز 1500 دولار يعني 1500 دولار بس عشان صوت ريفرب ها مستانسين لي على هالبلجنز ابو 20 دولار و30 دولار الحين الله يعين لك كانوا في ذيك الفتره عندهم استديوهات اوكي اوكي الحين ما خلصنا يا جماعه تونا نقوم مبتدئين بس مره ثانيه اذكركم عطونا اللايك والاشتراك في القناه وشاركوها مع كل الناس اللي تحبونهم. اوكي لما يكون الحين عندك الفاينل ماستر خلاص سجلت وسويت المكس استخدمت السماعات استخدمت الريفرب شنو الحين لازم تسوي عشان يكون عندك اللي هو الماستر تراك الفاينل ماستر اللي هو التو شانلز حق الفاينل ماستر في ذاك الوقت كان لازم تستخدم شيء اسمه دات ريكوردر او ديجيتال اوديو تيب ريكوردر هاي كان ياخذ ال 16 تراكس ويحطهم على تو شانلز، هاي كان الماستر اللي عادة ما يروح حق اللي هو سيدي مانيفاكتشرز لما كانوا يسوون سيديات ويطبعونهم كانوا ياخذون هاي الماستر فايل. واقدم لكم الحين هنا اخر صيحه في اجهزه الدات في الثمانينات وهي جهاز السوني. جهاز السوني هاي كان طفره في وقته. كان يخلينا احنا نسجل المكس النهائي بصيغه 16 بت 48 كيلو هرتز واللي هي سي دي كواليتي تعتبر. سعر الجهاز كان 1000 دولار وحزته طبعا اذا انت كان عندك هالجهاز <applause> ما كان فوقك فوق يعني اذا كنت تفكر وقتها انك بعد يعني تستجن وتضيف كمبيوتر في السالفه ما كان عندك وايد اوبشنز مثل اليوم بي سي ولا ماك ولا اي جهاز ثاني ممكن انك تستخدمه كسيكونسر او كديجيتال اوديو ورك لا كان ما عندك الا الجهاز الاتاري الاتاري اس تي اللي هو الاتاري 520 اس تي وهاي كان سعره تقريبا في حدود 800 دولار في ذاك الوقت طبعا كان في نوعين من هاي الجهاز في ذاك الوقت ال520 وال1040 طبعا ال 520 وال 1040 هاي كان حجم الذاكره يا جماعه تخيلوا ها حجم الذاكره كان في ذاك الوقت حزتها 1 ميجا بايت مو 1 جيجا بايت مو 1 تيرا بايت 1 ميجا بايت وايد طورنا احنا ترى ليش كان هاي الجهاز مشهور في سنه 1985 لان الشركه شركه اتاري اللي صنعت الجهاز كانت مخليه موضوع الميدي كان في اوريدي منه وفي ميدي انترفيس فما كان تحتاج انك تشتري اجهزه ثانيه على انك تخلي الجهاز الكمبيوتر اللي عندك موصل او انه هو يقدر يشبك باجهزه او بالات الميدي مثل كيبوردز والسنثسايزرز اتاري شنو سوت خلت هاي الميدي انترفيس اوريدي امبيدد فيه او مثبت في الجهاز في جهاز الكمبيوتر نفسه وما كان طبعا تحتاج انك انت تشتري جهاز ثاني حق الميديا انترفيس فكان هاي الجهاز جهاز الاتاري 520 اس كان مشهور ما بين الموسيقيين في ذيك الفتره ومع جهاز الكمبيوتر كان لازم انك انت طبعا تختار برنامج حق التسجيل وانت حظك عاد اي برنامج يعجبك من الثلاث برامج اللي كانت موجوده في ذاك الوقت طبعا انسى انك انت تسجل شيء ويف ولا اوديو فاي ولا شيء ولا ام بي 3 انسى هاي كلها ما كان موجود كان مجرد انك انت تسجل السيجنال مالت الانسترومنتس اللي موصله في الكمبيوتر تسجلها على طريق نوت وبعدين تستخدم البرنامج عشان يشغل لك درامز ولا انسترومنتس طبعا انسترومنتس بدائيه كلش في سنه 1987 كان في برنامجين فقط حق التسجيل على جهاز الكمبيوتر اللي هو الاتاري اس تي. البرنامج الاول كان ستاينبرغ برو 24 والبرنامج الثاني هو برنامج سي لاب كريتر. برنامج سي لاب كريتر كان تقريبا سعره في حدود 300 دولار في ذاك الوقت. انا صراحه ما جربت البرنامج بنفسي لأن يعني تعرفون ما كنت مولود حزتها يعني. واذا كنت تبغي تسمع صوت الميدي ما كان عندك اوبشن ثاني غير انك تسمع الصوت من سماعه الكمبيوتر التعبانه اي واحد فيكم عنده هوايات من اللي هي الريترو جيمنج بيعرف شلون كان صوت العاب البي سي في ذاك الوقت فكان سماعه الكمبيوتر كانت جدا تعبانه بس كنت اذا تبي يكون الكواليتي مال اعلى من مال السماعه اللي موجوده مال البي سي كان لازم يكون عندك جهاز مثل هاي الجهاز اللي هو الرولاند ام تي 32 من خلال هالجهاز كنت تقدر تسجل اصوات بجوده اعلى للالات مثل اللي هو الدرمز طبعا هاي الجهاز في سنه 1987 كان سعره في حدود 500 دولار وكان من افضل الخيارات الموجوده في السوق في ذاك الوقت عشان تقدر تحصل على جوده عاليه من الدرمز اوكي يا شباب هاي كان اسعار السيت الرئيسي حق الاستوديو في الثمانينات هاي كانت الاجهزه الرئيسيه اللي ممكن انك انت تستخدمها عشان يكون عندك استوديو منزلي اذا حسبنا مجموعهم بنشوف انه صارت القيمه تقريبا 9900 دولار ها طبعا 9900 دولار في الثمانينات يعني اذا حسبنا الزيادة السنويه او له الانفليشن بيكون سعر الاجهزه اليوم 25445 دولار فقط لا غير اوكي يا شباب الحين خلونا نقارن الاجهزه هذه بالاجهزه اللي احنا عندنا اياها اليوم اول شيء بنحتاجه هو طبعا جهاز الكمبيوتر واللي راح يحل محل الفاستكس الجهاز اللي كان مخصص بس حق تسجيل الصوت اللي هو الفاستكس بي 16 فجهاز الكمبيوتر اليوم ممكن انك انت تحصل جهاز ماك او بي سي بجوده عاليه يعني مو كلش عاليه بس انه جوده معقوله في حدود ال 500 او 600 دولار تقدر تحصل جهاز تقدر انك انت تشتغل عليه شغل عدل حق الصوت وما راح يتطلب صيانه مثل ما كان جهاز الفاستكس يتطلب صيانه حزتها اما بالنسبه لبرامج التسجيل مثلا عندنا طبعا وايد برامج اليوم في السوق موجودة وبالمجان تقدر أنك أنت تستخدمها حق تبتدي في مجال التسجيل مثلا عندك اليوم برامج Pro Tools فيرست جراج باند بريسونس ستوديو ون برايم هاي كلها برامج مجانية تقدر أنك أنت تنزلها وتبتدي تسجل على طول وما راح تكلفك أي شيء لا وفيها بعد اوريدي مؤثرات صوتيه بالمجان فالله يرحم ايام الياماها ريف 7 واذا بغيت مثلا انك انت توصل حق جهازك اوديو انترفيس وميكسر في نفس الوقت اليوم عندك جهاز نفسه اللي هو البريسونس ستوديو لايف اي 16 سي مكسر هاي الميكسر اوريدي هو ميكسر واوديو انترفيس في نفس الوقت فراح يغنيك عن الميكسر اللي كنت لازم تشتريه بروحه في ذاك الوقت طبعا هاي الميكسر فيه ايضا 16 شانل او 16 شانل وتقدر توصله حتى ايضا عن طريق البلوتوث ما يحتاج انك توصله بالكمبيوتر مباشرة مثلا، واضافة إلى هاي أيضا في ساعة تخزين، في مكان حق اس دي كارد ممكن إنك أنت تستخدمها. كل هاي الخواص، كل هاي الفيتشرز بسعر تقريبا في حدود ال 700 دولار او 700 800 دولار بتحتاج ايضا نوع من الميدي كنترولر طريقه تتحكم فيها بالالات اللي عندك اللي هي الالات الموصله عن طريق الميدي فممكن اليوم بجهاز صغير مثل هاي الجهاز من اورتوريا اللي هو اورتوريا كي لاب اسينشال 61 61 كيز تقدر تحصل على كيبورد منه كيبورد منه كنترولر من طريقه تحكم فيها انت عن الفلاتر اللي موجوده عندك كل هاي الاشياء كلها موجوده في هاي الميدي كنترولر واللي سعره الحين بعد انك تحصل في حدود 300 دولار وتتحكم في في كل الالات اللي هو الفيرتشوال انسترومنتس اللي انت قاعد تستخدمها اوكي وشلون عن السماعات السماعات يا جماعه واحده من اهم الاشياء اللي في الاستوديو سماعات اليوم تقدر تحصل سماعات من شركه ادم مثلا اللي هم ادم اوديو تي 5 في ستوديو مونيتورز هاي مونيتورز سعرهم 200 دولار حق كل سماعة وصوتهم جدا 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 حلو وأحسن مراحل من الياماها إن أستنى اللي كانت موجودة في الثمانينات تقدر تحصل شيء محترم شيء تقنية عالية وبسعر جدا مناسب وبكل هاي الأجهزة اللي ذكرتها حين عن الاستديو الحديث كل هذه الأجهزة اللي جودتها والتقنية اللي فيها أحسن بمراحل من الأجهزة اللي كانت موجودة قبل 40 سنة وارخص بكثير، كلها ما راح تكلفنا غير في حدود ال 1900 دولار، انت قاعد تتكلم عن فرق 1900 دولار هو تقريبا 25000 دولار، قولي لي اي واحد احسن، اي واحد اللي بيعطينا اصلا جوده احسن، فمثل ما شفتوا يا جماعه التكنولوجيا اليوم شيء غريب ورهيب ويمكن احنا حتى اصلا ما نقدر بس يعني مقارنة بالأشياء اللي كنا نستخدمها مثل ما في الثمانينات إحنا حين في وقت يخلينا بكل سهولة نقدر نحن نسجل آلات ونسجل أفكار موسيقية ونسجل كل شيء بدون تكلفة تكسر الظهر بدون تكلفة عالية فلما تزعل وتي تقول لي يا هاشم ترى تكلفة بناء استوديو جداً غالية اليوم أقول لك شنو يا شاطر أقول لك احمد ربك أنك أنت مو عايش في فترة الثمانينات هذه كانت حلقة اليوم يا جماعة أتمنى أنكم أنتم استانستوا معي أنا جدا صراحة استانست معاكم لا تنسوا مرة ثانية تعطونا زر اللايك اللطيف والاشتراك في القناة ومشاركتها مع كل من تحبونهم أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة وأشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة